يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المبتدئ؟ وهل هناك دليل على الصلاة خلفه أو آثار عن السلف في ذلك؟ وهل إلى آخر المبتدئ؟ البدعة تنقسم إلى قسمين: قسم مكفر مثل أن لا تجد في الولي أنه ينفع ويضر مع الله أو من دون الله، نعم، فهذا لا تصح الصلاة بعده إذا بلغت به بدعته إلى الكفر. إذا لم تبلغ به بدعته تبلغ به بدعته إلى الكفر، الصلاة بعده صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكنني أنصح بالذهاب إلى مساجد أهل السنة أو بإنشاء مسجد لأهل السنة حتى ما يصطدموا مع المبتدعة، فالمبتدعة لا يتركونك، لا يتركونك تنشر السنة، هذا أمر. وأنا أعجب يا إخوان، نحن ما ندعو الناس إلى سنة آبائنا وأجدادنا حتى يستنفذ الناس من هذا، ندعو الناس كلهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو حبيبنا وحبيبهم وشفيعنا وشفيعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنصح بماذا؟ إن كنت تستطيع أن تنحي المبتدع بدون إثنة نحيته، وإلا ذهبت إلى مسجد من مساجد أهل السنة، هذا من باب النصح، وإلا فالصلاة صحيحة بعد إذا لم تبلغ بدعته إلى الكفر، نعم. وماذا؟ وهكذا أيضا التميز له شأن، حتى في صلاة العيد إن استطاع أهل السنة أن يصلوا وحدهم من أجل أن يقيموا السنن وأن يعملوا بالسنن. أهل السنة ليسوا دعاة فتنة، نعم، رب وقت نظلم ونخرج من مسجد من المساجد ونخرج ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يؤخذ على إخواننا مساجدهم، نعم، وهكذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا ما نريد الفتن. فإن استطعت أن تبني لك مسجدا أو تذهب إلى مساجد السنة، وإلا فالصلاة صحيحة، إياك أن تصلي في زاوية من زوايا المسجد والمسلمون يصلون وتقول الإمام مبتدأ، أو إياك أن تصلي في بيتك والناس يصلون وتقول الإمام مبتدع، الصلاة بعده صحيحة، والله المستعان.